الدال هو الموزن كل انواع التفرع. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها. هذا المجلس الوطني بده يستقطب طاقات وقادة رأي في لبنان وفي الانتشار. والرابع عشر من أذار تطلق مجلسها الوطني اليوم، وترقب لمضامين وثيقتها السياسية. الخارجية تؤكد إبعاد 90 لبنانيا عن الإمارات والأسباب أمنية. السعودية ودول مجلس التعاون توفر لمصر حزمة تتجاوز 12 مليار دولار. صباح الخير. تتجه الأنظار اليوم إلى مجمع لبيال في وسط بيروت، حيث ستحيي قوى الرابع عشر من أذار الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة الاستقلال. وفي المناسبة تترقب الأوساط السياسية مضامين الوثيقة السياسية التي ستطلق، والتي تأتي ثمرة نقاشات جدية ومراجعات نقدية لمسار هذا التحالف سياسيا، وصولا إلى الاتفاق على ضرورة اتخاذ سلسلة خطوات عملية باتجاه تطوير العمل داخل قوى الرابع عشر من أذار، بحيث سيكون في طليعة هذه الخطوات إعلان تأسيس مجلس وطني لقوى الرابع عشر من أذار لتأطير عملها التنظيمي والسياسي. التقرير لجوانا نصر الدين. بين 14 أذار 2005 و14 أذار 2015، عشر سنوات تغير فيها مجرى الأحداث وضج الواقع بأزمات وإخفاقات وغيوم سوداء. في الأمس ولدت الثورة من رحم الدماء، ثورة الإنسان لإنقاذ لبنان، واليوم تلاشى صوت الجماهير وبقيت 14 أذار تعبد طريقها بمزيد من التضحيات لتعبر إلى الدولة. ككل عام يطرح السؤال نفسه، ماذا بقي من 14 أذار من بريقها ومصداقيتها وزخمها الشعبي؟ ولكن لو لم يكن هناك 14 أذار كيف كانت ستصبح صورة لبنان؟ كان حصل انقلاب حزب الله على لبنان ووضع يد كامل، كانوا جابوا رئيس الجمهورية اللي هن بيريدوه، وكان تحول بلدنا إلى ورقة بإيد إيران. 2005 كانت خبرة وتجربة اتحاد وإنجاز، وإذا فعلا بدنا نحمي حالنا من الحرب الأهلية السنية الشيعية ومن التداعيات الانسحاب المسيحي من الحياة الوطنية بالمنطقة ومن تداعيات داعش ومن فلتان الحدود ومن حزب الله وسلاحه ومن كل من لا يريد بناء الدولة بلبنان، علينا أن نعود إلى ساحة 14 أذار، بمعنى إلى وحدة لبنانية لبنانية. عشر سنوات و14 أذار تواجه الاستحقاق تلو الآخر، ما زالت تقاوم بالسياسة السلمية المدنية الديمقراطية رغم كل المطبات. صحيح أن الناس هي التي صنعت 14 أذار يقول سعيد، لكنها لم تعد مجرد حركة سياسية، بل مبدأ وأساسا وطنيا هدفه الأول والأخير بناء الدولة اللبنانية. هذه الحركة السياسية أخفأت أنا فاتت بلعبة السلطة، وبتفوت بلعبة السلطة بتصير شكلك مثل شكل أخصامك. إنما قضية 14 يعني بيحملوها الناس لا تزال ناصعة البياض، وعم نجعل من تنوعنا الطائفي عيش مشترك، والآخرين عم بيفوتوا باستقطاب مذهبي وطائفي. هون نجاح 14 هذا. أما ورشة عمل ترتيب الذاكرة التقويمية التي بدأتها قوى الرابع عشر من أذار، فتتوج بخارطة طريق لتأكيد الثوابت وأعلان إطلاق المجلس الوطني لهذه القوى في إحياء الذكرى العاشرة في البيال بحضور 400 شخصية. هذا المجلس الوطني بده يستقطب طاقات وقادة رأي في لبنان وفي الانتشار، وناس أصحاب اختصاص، وناس منهم بالسياسة المباشرة، وناس مش مثلي بيطلعوا كل خمس دقايق على التلفزيون والناس يعني بتشوفهم، جايين من عالم القدرة والرغبة بإعطاء بلدهم مثل ما نحن عطينا بلدنا قدرتنا وشجاعتنا ورغبتنا وشبابنا. تطفئ انتفاضة الاستقلال شمعتها العاشرة وتخبر قصصا عن بطولات رجالات كانوا مشاعل نور على درب الحرية. كثير عم نفكر فيهم، وكل سنة بنفكر فيهم كتير، وكل ما يمرق الوقت كل ما نفقد لهم
أنا السنة فقد كتير نصير الأسعد. بدوره أكد الرئيس سعد الحريري أن حركة الرابع عشر من أذار أكبر من أي حزب أو تنظيم سياسي، وأن روحها وقيمها تعلو فوق السياسات والمخاصصات الصغيرة ولن تتبدل أو تتغير تحت وطأة الضغوط وأشكال التهديد. أكد الرئيس سعد الحريري عشية الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال أن تلازمها مع الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري علامة ستبقى راسخة في تاريخ لبنان ووجدان اللبنانيين الذين انتصروا لحريتهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية، فيما وجد شعبنا في صفوفه مع الأسف من ينتصر للتبعية والتسلط وإرادة التسلط الخارجي على مقدرات البلاد. وأشار الرئيس الحريري إلى أن الرابع عشر من أذار لم يكن يوما عابرا في حياة اللبنانيين على صورة اليوم الذي احتشدوا فيه لشكر النظام السوري، بل بقي واستمر على مدى 10 سنوات عنوانا لروح التمرد اللبناني على الظلم ومساحة لاجتماع وطني غير مسبوق على رفض الهيمنة. وأكد الرئيس الحريري أن أيام التضامن مع نظام بشار الأسد اندثرت وماتت وطمرها رماد التاريخ، فيما لم تخلف في الحياة الوطنية اللبنانية سوى الإصرار على سلوك سياسات الاستقواء وتعميق أسباب الانقسام. أما الرابع عشر من آذار فقد شكل منعطفا مميزا في تاريخ لبنان وأسس لقيام تحالف وطني التزم عهود العبور إلى الدولة وحماية النظام الديمقراطي والتمسك بحصرية السلاح على يد الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية. ولفت الرئيس الحريري إلى أن حركة الرابع عشر من آذار دافعت عن هذه الالتزامات بأرواح قادتها ورموزها ونوابها ومثقفيها، وواجهت حملات التضليل والتخوين وضروب الفتن المتنقلة بكل ما أوجبته المصلحة الوطنية من مواقف وتحركات. واليوم في الذكرى العاشرة ونزول أكثر من 1,000,000 لبناني من كل المناطق والطوائف إلى ساحات بيروت لينادوا بخروج الجيش السوري وكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نؤكد مجددا أن حركة الرابع عشر من آذار أكبر من أي حزب أو تنظيم سياسي، وأن روحها وقيمها تعلو فوق السياسات والمحاصصات الصغيرة، والتزامنا بتلك الروح هو في أساس وجودنا السياسي وقناعاتنا الوطنية التي لن تتبدل أو تتغير تحت وطأة الضغوط وأشكال التهديد. في الرابع عشر من آذار نقول أننا على عهد الوفاء لحلفاء وأصدقاء الأيام الأولى لانتفاضة الاستقلال ولكل الحلفاء الذين صمدوا في وجه العواصف ورياح التهديد من الداخل والخارج. ووجه الرئيس الحريري رسالة للنخبة من أبناء وبنات قوى الرابع عشر من آذار قائلا إن جهودكم في سبيل تفعيل العمل المشترك بين مختلف مكونات هذه الحركة ترقى إلى مستوى الواجب الوطني، فأنتم مؤتمنون على الأهداف الحقيقية للرابع عشر من آذار وأنتم حراس المسيرة للعبور إلى الدولة. وختم قائلا لمن يقف على طرف النقيض مع 14 آذار فإن حماية الاستبداد ليست السبيل الصحيح لمحاربة الإرهاب، وأن الذهاب بلبنان إلى أحضان الحروب الأهلية المجاورة هو أسهل الطرق لتخريب الحياة المشتركة بين اللبنانيين الذين لن يرتضوا بكل بساطة أن يكونوا جزءا من الإمبراطورية الإيرانية أو جبهة من جبهات قاسم سليماني، وأن استخدام كل أشكال التهديد والترغيب وكل أنواع السلاح الثقيل والخفيف لن تجعل من هذا الغرور الإمبراطوري أمرا واقعا في حياة لبنان والبلدان العربية. طغى على الساحة الداخلية بالأمس النبأ المتواتر إعلاميا حول قرار السلطات الإماراتية ترحيل عدد من الرعايا اللبنانيين لديها، ولا سيما في ضوء تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين النبأ معلنة بدء التواصل مع المسؤولين الإماراتيين لاستيضاح الموضوع وأسبابه. مصادر دبلوماسية رسمية نفت للمستقبل أن يكون قرار الترحيل طائفيا أو مذهبيا بدليل أنه شمل في طياته الطلب من مواطنين مسيحيين كما من غيرهم من أبناء الطائفة الشيعية مغادرة الأراضي الإماراتية لأسباب لم تتضح بعد، وسط ترجيح بأن تكون أبعاد القرار ذات صلة بالأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة. التقرير لناهد يوسف. خلال 24 ساعة المقبلة سيعود إلى لبنان عدد من أبنائه المقيمين في دولة الإمارات عودة نهائية، هو قرار السلطات الإماراتية بترحيلهم. أما العدد الفعلي للمرحلين فتضارب بين 70 و90 شخصا. وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكد تبلغه قرار الترحيل من دون ذكر الأسباب والأسماء، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية فقد أكدت السعي إلى إعادة العلاقات اللبنانية الإماراتية إلى أفضل ما يكون، وأن اللبنانيين الموجودين في الإمارات يندمجون بشكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي ويلتزمون القوانين الإماراتية.
وأشار البيان إلى أن باسيل أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء مجتمعا بتلك المعلومات فور ورودها، وأجرى اتصالاته بالمعنيين للاستفسار عن الأمر ومعالجته. وبانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات بين الدوائر الرسمية اللبنانية والإماراتية، يبدو أن اللبنانيين سيستمرون بدفع فاتورة ممارسات بعض القوى السياسية التي تضر بعلاقات لبنان مع الخارج. من مصر، دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى تفعيل العمل العربي من أجل استعادة زمام المبادرة. أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام خلال مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مصر المستقبل في شرم الشيخ أن ما نحتاجه اليوم هو التفعيل الجدي لآليات العمل العربي المشترك من أجل مواجهة الفتن ومحاولات زعزعة الاستقرار في منطقتنا، مشيرا إلى أن ذلك لن ينجح إلا بعودة العافية إلى مصر، كما تطرق إلى كيفية التصدي للإرهاب في لبنان. نخوض في لبنان معركة ضارية مع الإرهاب، ولقد نجحنا حتى الآن بحول الله وبتماسك وحدتنا الوطنية وبفضل جيشنا وقواتنا الأمنية وبمعونة أشقائنا وأصدقائنا وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية في التصدي لهذه الهجمة الشرسة وحصر أضرارها وتحقيق نسبة عالية من الحصانة الأمنية في البلاد. كما أننا نراقب باهتمام ما تتعرض له مصر على أيدي قوى التطرف والظلام، ونحن واثقون من أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن المصرية مدفوعة بقرار سياسي حاسم قادرة على دحر ومعاقبة كل من يريد شرا بمصر وبأهلها. الرئيس سلام شكر المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين على مساعدتهم لبنان ومصر والدول العربية في مواجهة التحديات. وعلى هامش المؤتمر عقد الرئيس سلام سلسلة لقاءات أبرزها مع ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، وجرى البحث في مجمل التطورات في المنطقة، كما التقى أيضا ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. في النشرة بعد الفاصل، طنان من الأدوية المنتهية الصلاحية في قبضة القوى الأمنية. أهلا بكم من جديد. مفتشو وزارة الصحة يغلقون مستودع أدوية منتهية الصلاحية بالشمع الأحمر وصاحبه يتوارى عن الأنظار. التقرير لعلاء سرحال. طنان من الأدوية المنتهية الصلاحية ضبطت في مستودع أحمد طباجة في منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية، فبعد عملية رصد قام مراقبو وزارة الصحة بمؤازرة قوى الأمن بمداهمة المستودع وتم إقفاله بالشمع الأحمر وبحجز البضاعة لإتلافها. الأدوية الموجودة في المستودع تم تهريبها عبر الحدود البرية، وهي تشمل أدوية قلب وأدوية التهاب بالإضافة إلى كميات كبيرة من الإبر. بتوجيهات من معالي الوزير تمت مداهمة هالمحل اللي متخبى فيه دواء. هيدا المحل لأنه مستودع أدوية ولا صيدلية. دواء مسدود بالأرض مثل ما صورتوه، حمام كله صراصير وجاي، دواء متخبى هون خالص صلاحيته، رح يتم نقل الدواء وإحصائه مصدره الطبخة تاعته، دواء مين بيملكه، مين جابه، كيف تهرب، مهرب، مش مهرب، ملاحقة المصدر تاعه. صار في مراجعة من قبل القوى الأمنية لصاحب المستودع لعدة مرات، ما تجاوب، يعني ما كان موجود. وكان مراقب الوزارة أقفل مطاحن المطحنة البيضاء في تعنايل في البقاع بالشمع الأحمر بناء على قرار من وزيري الصحة والصناعة بسبب تزوير تاريخ الصلاحية. أصدرت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارا حول تفسيرات النائب غازي يوسف، والتي ستأخذ بها في سياق الأدلة وليس كإفادة خبير. التقرير لشرب العبود.
أصدرت غرفة درجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها فيما يتعلق بتفسيرات النائب غازي يوسف لما ورد في التسجيلات الصوتية للقاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري برستم غزالي وشارل أيوب. وبعد الاعتراض المقدم من فريق الدفاع عن بدر الدين حول قانونية الاستعانة بتفسير يوسف الذي لم يكن مشاركا في اللقاء، أشار قرار الغرفة إلى أن القضاة لا ينظرون إلى تفسيرات يوسف على أنها إيضاحات خبير، إنما كشخص قريب من الرئيس الشهيد، وأنها ستقوم بتقويم آراء وتفسيرات يوسف في سياق الأدلة ككل. الدكتور يوسف برأي الغرفة هو من هؤلاء الأشخاص الذين هم على اطلاع واسع بالسياسة الحديثة والمعاصرة، ويمكن لرأيه أو لتفسيره أن يساعد الغرفة على أن تفهم ما تم التداول به في الشريط. إن الادعاء لم يقدم الشاهد على أنه خبير شاهد، والغرفة الدرجة الأولى لا تستند إلى إفادته على أنه إفادة خبير، بل نحن نتيح بالاستماع إلى إفادته لأنه على غرار ما حصل في قرار محكمة رواندا في قضية كاراميرا، فإن ذلك يستند إلى اقتباس تجربته الشخصية وأنشطته الشخصية، نهاية الاقتباس. ونحن في الغرفة نعتبر أن الدكتور يوسف يمكنه أن يساعد الغرفة على فك المعاني والرموز وراء ما قيل في ذلك الاجتماع، وهذا لا يعني أن الغرفة ستقبل بأراء أو تفسيرات الدكتور يوسف على أنها تفسيرات وأراء صحيحة. محامي الدفاع طبعا يمكنهم أن يقوموا بالاستجواب المضاد وأن يطعنوا بأي من التفسيرات أو الشروح التي قدمها الدكتور يوسف. بعد ذلك استمعت غرفة الدرجة الأولى إلى تلاوة وثائق من الادعاء تتعلق ببيع والشراء وتوزيع وتسديد كلفة بطاقات الهواتف الخلوية والأجهزة التي استعملت في الشبكات التي راقبت ونفذت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الادعاء بيّن كيف تم استخدام بطاقات هوية مزورة لشراء الهواتف، وكيف تم التعرف على مستخدمي الشبكة الخضراء من بين 51 شخصا اشتروا من المكان نفسه الخطوط الهاتفية، كما تم تبيان كيفية شحن جهازين إلى سوريا ومن ثم إعادتهما إلى لبنان، وكيف بنتيجة تعقبهما تبين أن أحد الهاتفين وضع فيه خط من الشبكة الحمراء وهو الخط الذي استعمله المتهم عياش. الادعاء أشار إلى اعتقاده أن من اشتروا الهواتف ابتاعوها من طرابلس لتضليل هوية مستخدميها، كما أشار الادعاء إلى أنه تم شراء الهواتف 2-2 وأن أحد هذه الهواتف استعملها أيضا المتهم بدر الدين. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. ناشطون سوريون يطلقون الموجة الثانية للثورة لتلافي أخطاء الماضي. أهلا بكم من جديد. أطلق ناشطون سوريون الموجة الثانية للثورة لتلافي أخطاء الماضي وإسقاط نظام الأسد. وفي دمشق تواصلت الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، خصوصا في حي جوبر. مع اقتراب الثورة السورية من طي صفحة عامها الرابع، أطلق الناشطون الموجة الثانية للثورة لتلافي أخطاء الماضي وإسقاط نظام بشار الأسد. وفي أنقرة أكد رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو أمام وفد الائتلاف الوطني السوري برئاسة خالد خوجة، أكد أن بلاده لن تقف عاجزة أمام الهجمات الشرسة التي يشنها النظام مصحوبا بميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في كل من حلب ودرعا وريف اللاذقية. ولفت أوغلو لأن تركيا لا تزال تتبنى فرض منطقة آمنة في شمال سوريا. من جهته طالب رئيس الائتلاف بتقديم السلاح النوعي للجيش الحر ليتمكن من حماية المدنيين والدفاع عنهم. ميدانيا قصفت المروحيات بالبراميل المتفجرة ريف القنيطرة، حيث تتصاعد الاشتباكات منذ أسابيع بين فصائل المعارضة وحزب الله مدعوما بمقاتلين إيرانيين وقوات النظام. وفي دمشق قصفت كتائب الأسد مناطق في حي جوبر بالتزامن مع سماع دوي انفجار عنيف في الحي ناجم عن تفجير نفق، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية لدى الطرفين. بينما تواصل القوات الحكومية العراقية محاصرة مدينة تكريت من جهاتها الأربع، تحدثت المعلومات عن تنفيذ ميليشيات الحشد الشعبي عمليات انتقامية في بلدة البعجال
تجاوزت حرق البساتين والمساجد إلى تهجير وقتل المدنيين. إلى ذلك أعربت واشنطن عن قلقها من الأحداث الجارية في تكريت، محملة الحكومة العراقية مسؤولية ما يجري. أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار ونصف المليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادي مصر المستقبل في شرم الشيخ. سخت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على مصر لتوفر حزمة تجاوزت 12 مليار دولار في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مصر المستقبل. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في افتتاح المؤتمر استهداف بلاده نموا قدره 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، متعهدا استعادة استقرار الاقتصاد واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية، كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركات الأجنبية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية. وفي السياسة شدد السيسي على أن مصر تنبذ العنف والإرهاب والتطرف. وأؤكد لكم أن ترجمة معاني تلك المشاركة إلى استثمارات مشتركة تحقق المنافع المتبادلة لكافة الأطراف لا تقتصر فقط على كونها مساهما أساسيا في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي، وإنما تمتد لتشمل أبعادا أعمق ومعاني أسمى، إذ تساهم بلا شك في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين شرائح المجتمع. وفي مؤتمر شرم الشيخ أعلن الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في كلمته أن المملكة تهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام. دعم لمصر واستقرارها يسرني أن أعلن تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري التزام الشعب الأمريكي برفاهية وأمن الشعب المصري والعمل مع المصريين للتأكيد على الأهداف الطموحة والرؤية السليمة التي وضعوها اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه وقبيل ساعات من القمة أصدرت الرئاسة المصرية قرارات لتحفيز الضمانات والاستثمار، أبرزها خفض الضريبة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. هذا المجلس الوطني بده يستقطب طاقات وقادة رأي في لبنان وفي الانتشار. في الرابع عشر من أذار تطلق مجلسها الوطني اليوم وترقب لمضامين وثيقتها السياسية. الخارجية تؤكد إبعاد 90 لبنانيا عن الإمارات والأسباب أمنية. السعودية ودول مجلس التعاون توفر لمصر حزمة تتجاوز 12 مليار دولار. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. الاعتدال هو موازنة كل أنواع التطرف.